لنعمل السباجيتي الخضراء الصحية إحنا بحاجة لثمان حبات من الكوسة كبيرة ونص باكيت معكرونة سباجيتي تكون نخالة وثلاث حبات من الثوم المهروس وحبتين من البندورة، حبة فلفل أصفر، ربع كوب زيت زيتون، ملح وفلفل أسود وأوراق النعناع للتزيين. شيء بدنا نسلق المعكرونة، إحنا زي ما قلنا جايبين معكرونة قمح نخالة. خلينا نورجيهم إياها، شو رأيك؟ حكت عنها رند. تمام، هي المي جاهزة، بس رح أحط بالمي ملح، ما بنحط زيت، بس ملح لأنه الزيت بخلي الصوص ينزل عن المعكرونة ما يتمسك عليها. هلا بالنسبة للمعكرونة هيها بتكون هيك عيدان، بتيجي لونها إذا ملاحظين مش أبيض، لونها بني غامق، بتكون معمولة من القمح. هلا هاي المعكرونة الحلو فيها فعلا إنه ما بتضايق المعدة أبدا، ما بتسوي تقل، يعني بس تكليها ما بتعطيك التقل اللي بتاخذها بالمعكرونة البيضة، وكمان أخف زي ما حكت رند. فاللي بلاقيها متوفرة، صارت متوفرة تقريبا بمعظم السوبر ماركت الكبير مش الصغير. هيها زي ما أنتم شايفين لونها مش أبيض، لونها زي ما أنتم شايفين بني. أوكي تمام. هلا رح المي بتغلي، رح احطها جوا نصين. ليش؟ لانه الكوسه اللي عندنا كثير صغيره، فبنياها تيجي قد الكوسه. تمام، رح احطها نصين. يلا بدك هي والكوسه يكونوا طولهم، يكونوا قد بعض. طيب، لانه الكوسه اللي عندنا ما بتيجي زي عند برا، بتيجي هالقد كبيره، فنحن بتيجي بالضبط طول المعكرونه. فنحن قسمناها عشان كمان الاولاد ما صح بدنا نخدعهم، احنا نخدعهم. فرق بين الكوسه وال طيب. اجيب سله، شو اسمه، سله الشوبينج تبعتي خضروات، بدي نقص هلا الكوسه، بدي اورجيهم بس كوسايه وحده كيف بنقصها لانها تاخذ وقت. والخيار كمان؟ لا، الخيار هذا للخطوه اللي بعديها. اوكي، وانت بوقتيها بتقراي. يلا بس ورجينا انت كيف طريقه قصك. قصها رفيعه 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 رفيعه، تمام، بهاي الطريقه. هاي عن جد معكرونه صارت، بدها طول البال وتطلع معك بتجنن. هلا انا حطيت قلايه توم وشويه زيت زيتون، زيت زيتون شويه صغيره. تمام، ايش بدك تقلي فيهم؟ بدي اقلي فيهم الكوسه. للكوسيات. وهلا المعكرونه شايفه هي عم تغلي، هلا تغلي. اوكي تمام، خلص. بس بدي كنت احكي لك، يعني اخبرك احسن اعمل إشي من وراكي. هدول الجاهزين، هدول الجاهزين، ولا بدي اقطع فوقهم كمان. هلا بتشوفي كيف بصيروا زي المعكرونه، هياهم يتقلوا. بس انا رح اجيب طنجره شوي اكبر لانه في كثير عندي لسه مواد. تمام. هلا نحن فيها فلفل، راح احطه بس. أوكي. فلفل مقطع مربعات كبيره هاي المره. اوكي، عشان يعطيه لون ويعطيه كمان فائده. اوكي، يعني هاي وجبه زاكيه، وبعدين يعني لو عملتيها اليوم اكلتي منها اليوم وضل منها لبكره اسكى واسكى، لانه ما في مشكله. وبدنا نحط شويه بندوره. بديش احط، بتحبي زي انا بحب الاكل لما يبات، في اكلات اذا باتت كثير زاكيه. وانا ما بحب، انا ليش ما احطهم كلهم؟ انا ما بحب كمان، يعني مرات تكوني بتقدريش تطبخيه كل يوم. مش كلها، هذا من الاكلات اللي فيهاش لحمه وفيهاش شيء، بس كثير زاكي اذا بتضيف جنبها الجمبري، كثير زاكي. شوفي ما احلى الوانها، شوفي شو فريش، يعني لحالها هاي زاكيه صراحه، كثير زاكي. هلا بدنا نعمل هالاشياء لازم. هلا الاشياء الزاكيه، الاضافات، نحط لها فلفل اسود، الفلفل الاسود، بدنا نحط لها شويه ملح والملح. هلا بدي احط لها جبنه بارميزان على الوجه. أوكي. هذا إشي طبعا يعني برجع لكم اختياري. وبدنا نحط لها شويه ريحان. ممكن نحط لها ريحان، ممكن نحط لها نعناع، ممكن نحط لها ايش ما بدنا موجود. يعني نحن هذا بس ريحان بيطلع زاكي، بيطلع زاكي كثير. خليني افهم شويه ريحان. اوكي تمام. واللي عندي منقب، خليني اخذ المنقب عشان تلحق تخلص. تمام اوكي، هلا بنحط الباستا. يا هاتي انا الخبار احلكم. يلا نتأكد انها صفت على الاخير. لو نزل إيمان. يلا لو نزل شوي من ميتها، ما تهتلوا هم، هاي المي كلها نشا فبتعطي تماسك لل طبعا ناس انا كنت اشوف البرامج بحطوا شوي من المي، كاسه بحطوا من المي لما بدهم اياها، بالذات لما يعملوا البشاميل بتساعدهم كثير انها تتماسك. صح، بتعرفي لو في شيء ثاني اجيب الصحن. جيبي انت الصحن. يلا، وتتبيلتها بسيطة، ملح وفلفل أسود وزيت زيتون. أحلى لونها. وعن إذنك المعلقة. يا عيني شايفة كيف؟
فبتطلع انا رايي ما تحطيها، حطيها بجنينه المطبخ لا كثير حلوه صح. هلا بتحط لها شويه بارميزان على الوجه. هي البارميزان الشيء الوحيد اللي بس زي ما قلنا رشه صغيره راح يطلع لكل شخص يا دوب ربع معلقه طبعا بتنكي. وطبعا اهم شيء شويه ريحان، شويه الريحان. نكمل الخضار، نكمل عليها مو عادي قديش شكلها حلو.